النبي. على الضيف ده وحد الله وصلى على النبي محمد. النهارده جايب لك 5 دبابات. اللهم صل على النبي. اللي يخش على المال ده يوحد الله وصلى على سيدنا رسول الله. لان النهارده جايب لك 5 ذكورة من العيار التقيل، بس كل واحد الله وصلى على النبي. اللهم صل على النبي. مبدئيا كده يا معلم ابراهيم، العنوان ورقم التليفون يا ريس. يا غالي، محافظة المنوفية. محافظة المنوفية. مركز اويسنا. مركز اويسنا. قرية عرف ابو ذكري. قرية عرف ابو ذكري. رقم التليفون 012 012 2 2 43 017 017 02 02 010 010 97 97 27 27 06 06 90. اللهم صل على النبي. يا معلم بلال، 5 ذكورة بمرض الله، 5 الكريمة عن نفسيهم. طبعا احنا النهارده يا جماعه، النهارده 14 رمضان 14 رمضان، عايزين كل اللي يخش على اللايف ده يدعم. اللهم صل على النبي. حلويات طبعا. اللي هيقول كده اول عرضنا عجلين. اول عرضنا عجلين. اللهم صل على النبي. فررنا كده يا معلم ابراهيم. عايزك تتفرج يا باشا على العجل والفتحه والنظام. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عشان البدن بتاع العجل ده عامل بال والكتف اهي ربع خامس. طبعا يا جماعه الدخر قدامكم اهوت، العجل ملفوف ملفوف بالصلاه على النبي عليه. الاوزان هنا كام يا ريس؟ الوزن هنا 330 يا معلم بلال. 330 330. اللهم صل على النبي. وحد الله وصلى على النبي. اسحب كده يا ريس، اسحب كده يا ريس. ده رقم بسم الله ما شاء الله. ده رقم واحد. رقم اثنين فين يا ريس؟ رقم اثنين يا عم بلال. يا جماعة كل الناس اللي معانا على اللايف كده، كل الناس اللي دخلت معانا على اللايف تشير معانا البث، تدعمنا بلايك وشير. لايك وشير. اللهم صل على النبي. ده رقم اثنين اهوت يا جماعة. طبعا الدبابة دي رقم اثنين معانا. ده رقم اثنين. وكل واحد الله وصلى على النبي. الناس اللي معانا على اللايف، الناس اللي معانا على اللايف كلهم على دماغنا من فوق طبعا. محمد الأخ علي مبروك، هنخش لك في الأسعار دلوقتي يا ريس. الناس كلها على دماغنا من فوق. بسم الله ما شاء الله. اربط يا ريس كده. دول اول دكرين. دول اول عرضنا يا عم بلال دكرين. اللهم صل. الاوزان هنا كام يا ريس؟ 330 يا غالي. معلم ابراهيم، نسبه التحويل هنا كام يا ريس؟ كيلو وربع في اليوم يا عم بلال. تحويل كيلو وربع في اليوم. كيلو وربع في اليوم. عجل زي ده كده كله كام كيلو علف؟ ياكل 7 كيلو. 7 كيلو في اليوم. 7 كيلو في اليوم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه الظهر اهوت، الظهر اهو، الكتف الربع الخامس. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هنا عم بلال تحول عالي. بسم الله ما شاء الله. قماش يا جماعه برضو. بص الجلد هنا استك اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. قلت له ده هم اول عرضنا يا عم، ده هم مع بعض لوحديهم. دول الاثنين مع بعضهم يا عم بلال. السعر كام يا ريس؟ السعر هنا عم بلال مش هقول لك ب 130,000، مش هقول لك 130. اللهم صل على النبي. ولا 125,000، بس كل اللي معانا على اللايف كده يوحد الله وصل. بسم الله ما شاء الله. يا جماعه هم اول قاعدين معانا يا جماعه، والسعر عندك هنا عم ابراهيم قلت لي مفيش 125، مفيش 125، 120,000. اللهم صل على النبي. صل على النبي معانا على اللايف كده عم بلال. امال انت عندك كام؟ وحد الله. اللهم صل على النبي. الاثنين دول ب 116,000. ب 116,000. ب 116,000 يا جماعه. وعشان خاطر مشاهدين قناه سوق بلدنا ب 115 بس يا عم بلال. اللهم صل على النبي. طبعا الناس اللي معانا على اللايف ورقم التليفون للتواصل كله يدعمنا بصلاه النبي ومحمد كده يا جماعه. رقم التليفون للتواصل 010 010 97 97 27 27 06 06 90 012 012 2 43 43 017 017 02 02. اقدر يا معلم بلال اللي عايز اي شيء يتواصل معايا، اقدر احملهم له وابعتهم له اي مكان. عندك توصيل يا ريس؟ عندي توصيل 27 محافظه يا غالي. اللهم صل على النبي. دول تاني اخش في تاني عرض. ثلاث ذكور يا عم بلال. الاخ علي مبروك بقول لك يا عم ابراهيم، 5 على بعضيهم. خليك معانا يا راس برضو، هتسمع سعر الثلاثه، ولو عجبك العرض على بعضه حملهم اللي انت عايز تحت امرك. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. يبقى دوت اول واحد في العرض رقم اثنين يا عم بلال. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الريح بتاع العجل الكتف الربع الخامس، انا بدي لك العجل هنا 5 ارباع. العجل 5 ارباع. العجل 5 ارباع. العجل بيتقدم في اي مكان 4 ارباع، بعديه لك 5. اللهم صل على النبي. دي رقم واحد اهو في العرض رقم اثنين يا عم بلال. بسم الله ما شاء الله. يا عمر. ايوه.
اللهم صل على النبي. يبقى ده اول واحد معانا يا جماعه اهوت. ده رقم واحد. حل لي رقم اثنين كده يا ريس. ده رقم واحد واحد باذن الله نمتع مشاهدينا على قناه شوف بلادنا بالخمس دبابات دول. اللهم صل على النبي. ده رقم اثنين اهو يا معلم. وده رقم اثنين اهو يا جماعه. معلم بلال انا بقول لك بقدم لك خمس دبابات. يعني الاول اثنين ده امت الاوزان بتاعتهم 330 يعني الاثنين 660 كيلو. 660 خلينا 650 خلينا. اللهم صل على وده رقم اثنين في العرض الثاني. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم انا بقول لك بقدم لك عجل خمس ارباع مبلغ. اللهم صل على النبي. خمس ارباع. الظهر هنا برضه يا جماعه اهو. الظهر هنا مصطفى. الظهر اهو. بسم الله ما شاء الله. الاوزان هنا 310 في الثلاثه دول. 300 من 300 ل 310. 300 310. اللهم صل على النبي. ده رقم اثنين معايا اهو. بسم الله ما شاء الله. اربط يا ريس دي كده. اللي بيشاهد المال دي واحد اللي هو صلى على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. رقم ثلاثة يا عم بلال. شايفين يا جماعة الشغل؟ الشغل بسم الله ما شاء الله عليه. الشغل بيتكلم عن نفسه. يا باشا بسم الله ما شاء الله. يوحد الله وصلى على سيدنا رسول الله. اللهم صل على النبي. عشان خاطر النهاردة الثلاثة دول العرض الثاني. عامل لك فيهم مفاجأة تفاجأ كل مشاهدينا بفضل الله. توكل على الله يا عم ابراهيم. ده رقم ثلاثة اهو. يبقى ده رقم ثلاثة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ده أقل ما فيهم شوية يا معلم. دي وزنه 300. ده يعني وزنه تقريبا 300 كيلو. 300. بسم الله ما شاء الله. يبقى ده هم الثلاث ذكور يا جماعة. ده رقم واحد اهوت البراون. معانا اثنين برضه تانيين اهوت. بص يا معلم بلال. بسم الله ما شاء الله. رقم واحد اهو. براون ده اللهم صل على النبي. اتفرج على الكتف الزن الربع الخامس انا ما بقدملكش عجل اربع ارباع انا بقدم لك خمس ارباع. بسم الله ما شاء الله. وده رقم اثنين. اثنين اهو اتفرج عليه الوحش ده الكتف العجل المظبوط. اللهم صل على النبي. الملفوف صح تمام. ثلاثه يا معلم بلال برضه هنا كتفه اصغر ما فيهم وكتفه. بسم الله ما شاء الله. خمس ارباع بس كل واحد الله وصلى على سيدنا رسول الله. الاسعار هنا كام يا عم ابراهيم؟ السعر الثلاثه ده هم كده كام بالصلاه على النبي؟ السعر انت قلت لنا هنا مفيش 200,000 ولا في 190,000. امال هنا في كام يا عم ابراهيم بالصلاه على النبي؟ على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. كل واحد الله وصلى على النبي محمد. اللهم صل على النبي. السعر هنا اقول لك مفيش 175. مفيش هنا يا عم بلال 170,000 كمان. امال انا في كام يا عم ابراهيم؟ اضرب السعر كده وقبل ما تضرب السعر ادينا رقم التليفون والعنوان يا ريس. يا باشا محافظه المنوفيه. محافظه المنوفيه مركز وسنا قريه عرب ابو سكري. رقم التليفون 010 97 27 ثلاث ذكور اوزان 310. السعر هنا كام يا عم ابراهيم؟ كل واحد الله. اللهم صل على النبي. عم بلال ب 165,000 متوسط السعر العجل 55,000. انت بتقول بكام؟ ب 165,000. ب 165,000 كل واحد الله وصلى على النبي محمد. اللهم صل على يعني اجي من دوت يا جماعه كده. اتفرج يا باشا ب 55,000. ب 55,000. اللهم صل على النبي. واللي عايز الخمسه على بعض حبل واحد تحت امره. اللي عايز الخمسه على بعضهم يا جماعه برضو كده. اللهم صل على النبي. 155,000 165,000 يا جماعه. اللهم صل على النبي كده الخمسه على بعض ب 280,000 يا معلم بلال. بسم الله ما شاء الله. اول اثنين معانا هنا الاوزان 300 من 320 و330 بالصلاه على النبي. واحد اهو اتفرج عليهم تاني. بسم الله ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي. بضاعه كلها الدبابه دي وده رقم اثنين يا جماعه اهو. ورقم اثنين بص يا معلم بقول لك اي عجل هنا بخمس ارباع. معاك حاجة تانية يا عم ابراهيم؟ ده يا باشا هيكون الخمس ذكور دول هم اللي موجودين معانا في العرض بس كل اللي شاهد المال دي واحد. واللي طالب شغل تاني طيب؟ موجود يا باشا اللي عايز أي شيء أقدر. دي عينات يعني بالصلاة على النبي؟ عايز أي شيء تحت أمر الجميع. تمام. ونقول لمشاهدينا كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم وبفضل الله كل يوم هيبقى في الجيل. كل سنة وأنتم طيبين يا عم ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وكل سنة والعالم بحاله والأمة الإسلامية كلها بخير.